عنده مشاعر كتيرة قوي جواه، قلبه ليك هنشوف لسه أو هنكشف لسه عن المشاعر دي، لكنه بيتألم بسبب عدم إفصاحه عن مشاعره ليك. الشخص ده كتوم قليل الكلام، ممكن يكون بيحمل جوا قلبه 10 من المشاعر لكنه قلك شخص يعني 1 من العشرة دول. يعني بيحبك قوي لكن تعبيره عن الحب مقارنة بنسبة الحب اللي ممكن يكون حاسسها ليك هي نسبة ضعيفة جدا. كلام الشخص ده قليل معاك، ممكن يكون أيضا بيؤذيك بالكلام، بيتعمد ان هو يبعدك، بيتعمد ان هو يقطع العلاقة معاك، بيتعمد انه ما يكونش فيه تواصل بينك وبينه، وبيصدك كتير قوي. او ممكن يكون كلامه معاك هو كلام عبيط فقط، يعني مثلا عن الجسد، لكن اكتر من كده مش بيعرف، لانه عارف ان لو اتكلم معاك في حاجة زي دي هتبعد عنه او هتصده او مش هتتكلم معاه. فطاقة الكراش اللي هنا هو حد بيصدك اصلا، هو حد تعبان من العلاقة دي وبيتعبك معاه، يعني تعبان من احساسه بيك وبيتعبك معاه كمان، وتعبان من الحب ده. يعني الحب وجعه، الحب ألمه، الحب تعبه، وفكرة انه هناك طرف تالت مش مريحة نفسيا، يعني مش مريحة الشخص ده، يعني عايز يتخلص من الطرف التالت. يعني هو حد كده عاوز امتى الطرف التالت ده يختفي من الوجود بالنسبة له كده. طيب ايه المشاعر الحقيقية اللي هو حاططها تجاهك؟ بص دوائر، هو الشخص ده ممكن فعلا يكون عنده طاقة من الشغف تجاهك وأيضا طاقة من الانجذاب الجسدي. وأنا قلت لكم هنا أن ممكن مش بالضرورة كلكم حطيتوا نية على كروش، لأن دي علاقات معقدة. فممكن هنا أنت حطيت نية على شخص أما بيتكلم معاك هو بيتكلم في الحاجات دي في الأمور الجسدية، فيتكلم معاك فيها تقوم أنت تبعد عنه، فيبقى هو كده حقق الغرض بتاعه أنه هو بيبعدك لأنه مش عارف يقرب أصلا. يمكن ما ينفعش أنه يقرب لأنه زي ما ظهر على الأكتر دي علاقة معقدة.